إذا كان مؤشر كتلة جسمك أكثر من 30 فإنك تعتبر سمينًا حسب المعايير المتفق عليها لقياس السمنة، وتسبب السمنة المفرطة مجموعة كبيرة من الأمراض الخطيرة والمهددة للحياة. السلام عليكم، مرحبًا أصدقائي في قناتكم صحتك أمانة. في هذا الفيديو سوف نعرض لكم أسباب السمنة وأضرارها وطرق علاجها، ابقوا معنا حتى الأخير لتعرف متى يمكن إجراء جراحة السمنة. تنقسم أسباب السمنة إلى أسباب تغذوية، صحية، مرضية وأسباب وراثية، والآلية الرئيسية في حدوث السمنة المفرطة هي تخزين الدهون في الجسم بسبب زيادة كمية السعرات التي يتناولها المريض عن الكمية التي يستهلكها، وبالتالي يعتبر تناول الطعام بشكل مفرط أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن، حيث أن الاعتماد على الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة واستهلاك كميات كبيرة منها يحث الجسم على تخزين هذه المواد ضمن النسيج الشحمي بدلاً من استهلاكها في العمليات الحيوية المختلفة. كما أن قلة ممارسة الرياضة واتباع روتين يومي خالي من الحركة والنشاط يقلل من معدل حرق الدهون، وبيّنت دراسات بأن زيادة النشاط البدني يحافظ على هرمون الأنسولين ضمن المستويات الطبيعية، فاضطراب مستويات الأنسولين في الجسم يؤدي إلى زيادة الوزن. ننتقل إلى السبب الوراثي، حيث يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بالسمنة إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما يعاني منها، حيث تؤثر الوراثة أيضاً على الهرمونات المشاركة في تنظيم الدهون. الأدوية أيضاً يمكن أن تكون سبباً في السمنة، حيث أن بعض مضادات الاكتئاب ومضادات الاختلاج وبعض أدوية السكري وبعض الهرمونات كموانع الحمل الفموية ومعظم ستيرويدات القشرية كبريدنيزون تسبب في زيادة الوزن. ننتقل إلى السبب المرضي، مثل قصور الغدة الدرقية ومقاومة الأنسولين ومتلازمة تكيس المبايض ومتلازمة كوشينج يساهمون أيضاً في السمنة. إذن إذا لم نعالجها ولم نقم بالاحتياطات اللازمة فإن لها مضاعفات تتمثل في أمراض القلب والسكتات الدماغية. داء السكري من النوع الثاني، أنواع معينة من السرطان، مشكلات في الجهاز الهضمي إلى آخره من الأمراض الخطيرة. لهذا للوقاية من السمنة احرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم يوميا، ابتعد عن التوتر والقلق، تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على الألياف خاصة الخضر والفواكه، ابتعد عن تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية كالأطعمة الجاهزة والمشروبات الغازية والسكريات. أما علاج مرض السمنة فأولاً يجب التعرف على الأسباب الناتجة عنها وعلاجها بالشكل السليم. قد يتم اللجوء إلى العلاج بالعقاقير الحارقة للدهون التي تكون تحت إشراف الطبيب مع الحرص على الابتعاد عن الأدوية الغير المرخصة، وقد يلجأ الطبيب إلى التدخل الجراحي وهذا عند عدم القدرة على العلاج بالطرق الأخرى. وصلنا إلى الأخير، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى لا يفوتكم المزيد من مقاطع فيديو من أجل الحفاظ على صحتكم، ودمتم بخير.